اهلا بيكم من جديد. خلينا نبدا من الاخر او من النتيجه. البطاله ازمه بدات تنتشر في البلاد خلال الفتره اللي فاتت. اسباب كتيره ادت الى انتشار البطاله او زياده نسبه العاطلين عن العمل في البلاد. تقدر تقول فيروس كورونا مؤخرا، سياسات اقتصاديه خاطئه قبل كده، احتكار بعض الشركات التابعه للدوله او اجهزه الدوله لمجالات معينه من بابها زي تصنيع المواد الغذائيه وتصنيع المواد الطبيه، بالاضافه الى مجال المقاولات، ادى الى زياده البطاله. ضيف عليها زياده عدد السكان، ضيف عليها قله الموارد، ضيف عليها قله المصانع والحاجات اللي بيشتغل فيها المواطن، فبقى عندنا ازمه في عدد البطاله. صباح اليوم اعلن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء نتائج بحث القوى العامله للربع الاخير من العام الماضي. مركزي للاحصاء بيعمل بحث كل ربع سنه، ربع سنوي يعني اربع مرات في السنه. اخر بحث اتعمل منذ اكتوبر حتى ديسمبر قال لك ان معدل البطاله وصل 7.4 من اجمالي قوه العمل اللي شغاله في البلد. طيب اجمالي قوه العمل اللي شغاله في البلد يعني الناس اللي قادره على العمل، وعددهم حوالي 29,653,000 مواطن، يعني قول كده 30 مليون مواطن هي القوة العمالية للبلد. عدد أو نسبة البطالة من القوة العمالية بلغت حسب آخر تصريح 7.4 حسب البيان الرسمي صباح اليوم اللي خرج عن المركزي للمحاسبات، وعددهم 2 مليون و200 ألف مواطن النهاردة مش لاقيين شغل. يعني 2 مليون و200 ألف أسرة مش لاقيين قوتهم، مش لاقيين رزقهم، مش لاقيين عائل، ما بيعرفوش يدفعوا الفواتير، ما عندهوش فلوس يأكل ولاده بكرة، ما عندهوش مدخرات يعيش عليها إذا حصلت أزمة. 2.2 مليون مواطن النهاردة حسب آخر بيانات المركزي للإحصاء بيقول لنا إنهم غير قادرين على العمل.